حكومات الذل والعار حصروني دوس دوس. هذا تعبير لسه الحد الأدنى عن العجز الشعوب العربية وعن الجماهير العربية، وإحنا طالعين بنهتف لغزة وللمقاومة وللحق الوطني الشرعي الفلسطيني التاريخي رغم كل قيود التبعية والهيمنة والقبضة الأمنية الكريهة. وإحنا بالنادي الحكومة الأردنية إنها تتماشى مع المطالب الشعبية الأردنية، الجماهير الأردنية كلها صوت واحد في الغالب الأغلب بتنادي بحريتها وبانطلاقها وباندماجها مع الكفاح الوطني الفلسطيني بكل أشكاله. رسالتنا هنا أيضا للحكومة الأردنية أنه يجب أن تغلق هذه السفارة إلى الأبد، وليس فقط ترحيل السفير للسفير لفترة معينة ومحددة، يجب إغلاق السفارة، لأن ما حصل في غزة من إبادة جماعية وإهانة للعالم الإنسانية جمعاء لا يجب أن يغتفر نهائيا حتى بعد انتهاء الحرب.